في هون كمان وزير السياحة دولة فلسطين. دولة فلسطين. بعدين هي من جماعتنا يعني منها كده. ست رولا مايا هي كانت مهربانة. رولا تدق. أسمعت كانت تير نشيطة بالشبيبة بالنساء الحركة في رام الله طيب. كم جاي من رينة أبونا رئيس أبونا باسيل رينة وهون الحركة النساء طبعا رينة وهو عملوا زيارة طبعا مش أول واحد ولا الأخير مزبوط فحكينا بالنسبة للنشاطات والفعاليات وتفضل يا تشارك معنا مناسبة صوت الجزيرة كمان في خدمات من البرازيل أي بركة لا خسر كل شيء كنت بطايفة كتير كتير مبسوطة لما أشوفكم موجودين في الأردن يعني دائما نحكي إنه دائما القدس أهم إشي لإلنا أهم إشي إلنا كمسيحيين أهم إشي إلنا كفلسطينيين القدس لازم دائما نكون متواجدين فيها مش لازم نتركها لازم نكون على تواصل سواء مع أهلنا الموجودين في القدس أو في المقدسات في البلد القديم في كنيسة القيامة طبعا أهم إشي كمان إحنا بالنسبة لنا بعد كنيسة القيامة طبعا في كنيسة المهد بطلنا في زيارتكم كمان بديتنا إنه توصل بالطحن وكنيسة المهد فيها دائما احنا كوزارة السياحة الفلسطينية لو بنحكي عن السياحة بنحكي عن السياحة بثلاث انواع اول شيء السياحة الخارجية اللي هي عدد السواح اللي بيجوا من خارج فلسطين لفلسطين هذا واحد ثاني شيء بنحكي عن عدد الفلسطينيين من 48 اللي بيجوا على المدن الفلسطينية وبعدين عن السياحة الداخلية اللي هي الفلسطينيين ساكنين في الضفة الغربية في سنة 2012 كان عندنا حوالي 500 ألف فلسطيني من عرب 48 فلسطين 48 دخلوا بيت لحم وإحنا بنتمنى إنه يعني دائما نضلوا على التواصل ودائما نكونوا في المدن الفلسطينية في القدس الشرقية وفي بيت لحم في البلد القديمة ولأنه أول إشي هذا بخلينا إحنا كشعب واحد نتواصل بيننا وبين بعض وتاني إشي ضروري نضلنا دائماً على اتصال ودائماً أولادنا وكل العائلة يكون يعرفوا إشي كنيسة المهد إشي كنيسة القيامة مش يتربوا بعيد عنها يعرفوا إنه إحنا في أقدس بقعة في العالم يعني أنا دائماً بقول في وزارة السياحة إنه بجوز لما أي دولة في العالم تحكي عن السياحة عندها تحكي بطريقة أو بصورة مختلفة كثير عن إحنا فلسطين كيف نحكي إحنا لما نحكي عن فلسطين نحكي أهم إشي عن السياحة الدينية السياحة الدينية أهمها كنيسة القيامة كنيسة المهد وطبعاً في مواقع أثرية ودينية كثير وكنائس كثير قديمة يعني موجودة ممكن الواحد يشوفها أنا بتمنى إنه ضلكم دائماً تيجوا على فلسطين اللي هي لما أقول فلسطين القدس الشرقية وكل المدن الفلسطينية وإذا بدكم أي إشي لما تكونوا موجودين في أي مدينة فلسطينية فأنا مستعدة تتصلوا فينا وأساعدكم بأي إشي بدكم هل أشتكم تنزل القيامة؟ لا تنزل القيامة